لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلازلنا في كتاب منة الرحمن، ولازلنا في القسم الثالث من أقسام كتابه، وقسم التزكية والعمل الصالح. ووصلنا إلى عبادة الزكاة والصدقة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصدقات هي من وسائل تهذيب وتزكية وإصلاح النفس، وهي دليل على إيمان صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فهي برهان ودليل على صدق إيمان صاحبها، لأنه يبذل الدنيا ولا يتعلق قلبه بها، بل محبة الله عز وجل ورضوان الله تبارك وتعالى أعظم عنده من عرض الدنيا، فهي دليل على صدق إيمان صاحبها، ومن ذلك سميت صدقة. قال الشيخ حفظه الله: أداء الزكاة المفروضة بحسابها الشرعي والإكثار من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولا لابد من استحضار أنك لا تملك شيئا على الحقيقة، بل أنت وجميع ما في يدك ملك لله تبارك وتعالى، فما تخرجه هو ملك لله عز وجل، جعلك الله تبارك وتعالى مستخلفا فيه. ولذلك قال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني يدك على المال، لكن لست مالكا حقيقة. الملك على الحقيقة لله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الأمر لابد من استحضاره أولا. أن مما يزيد تعلق الإنسان بالدنيا أن يشهد ملكه هو، الحاجة دي بتاعتي، ملكي. فلما تيجي تطلعها تحس إن إيه؟ بتنزع. عشان تشوف: وينزع الملك ممن يشاء. تمام؟ فأنت لو عندك شدة تعلق بالدنيا، ده بيكون ناشئ من رؤية الاستحقاق والاختصاص والملك، وإن دي بتاعتي وأنا أستاهل، وتعبي وجهدي وعرقي. لا، ده كل ده ربنا عز وجل أعطاك إياه وقدره وكتبه لك قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني المال الذي تحت يدك ده قبل ما أنت ما تتولد، وقبل ما أبوك يتولد، وقبل ما جدك يتولد، وقبل ما آدم يخلق، وقبل ما السماوات والأرض تخلق بخمسين ألف سنة ربنا عز وجل كتبه لك. تمام؟ فمش الوقت بتاعك وفهلوتك وعلمك وشطرتك، وإنما أوتيته على علم عندي، هو ده اللي بيصعب عليك الإنفاق. تمام؟ والنقطة الثانية استحضار أن الصدقة لا تنقص المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الله هو الرزاق، فكما رزقك المال أول مرة يرزقك إياه المرة الأخرى، والإنفاق من المال يزيده ولا ينقصه. تمام؟ اللهم كل يوم يصبح ينادي ملك: اللهم أعطي منفقا خلفا، وينادي مناد آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني اللي بيدعى عليك مش واحد، ده اللي بيدعى عليك ملك. ملك بيدعي ليك أو يدعى عليك، يدعي لك لو أنت منفق: اللهم أعطي منفقا خلفا، يخلف عليك. والملك الآخر يدعو عليك إن كنت بخيلا: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والشيطان هو الذي يعد الإنسان الفقر إذا أنفق في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض،
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ها الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يعدكم الفقر، يقول لك لو أنفقت في سبيل الله سيصيبك الفقر، يعني هو اللي بيقول لك أنت لو أنفقت لو طلعت هتفتقر، ده الشيطان. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، يبقى لو أنفقت هتنال حاجتين، أول حاجة مغفرة الذنوب، تاني حاجة الفضل والرزق والعطاء من الله تبارك وتعالى. تمام. والصدقة هي من أعظم الأعمال الصالحة التي يثيب الله عز وجل عليها، ومضاعفتها وردت نصا في القرآن، قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني تنفق النفقة اليسيرة ربنا عز وجل يضاعفها ويعطي عليها الجزاء العظيم الكبير. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لأحدكم التمرة حتى تكون مثل أحد، يعني واحد ينفق في سبيل الله تمرة فربنا عز وجل ينميها له حتى تكون مثل جبل أحد. عشان كده الإنسان لا يستقل النفقة ولو كانت صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني حتى لو تنفق في سبيل الله شق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل، عشان الإنسان الذي لم يوسع الله عز وجل عليه في المال والرزق ما يكفش عن هذه العبادة ويقول دي عبادة الأغنياء. يعني بعض الناس بيبدأ يسمع طيب الكلام بقى عن فضل الصدقة وأهمية الصدقة، مش احنا هنا بقى ده الناس اللي ربنا وسع عليهم بقى وصاروا من الأغنياء بقى وأصحاب الأموال إنما احنا ربنا يسترها علينا. لا، أفضل الصدقة جهد المقل، سبق درهم أو سبق كان مثلا قال سبق درهم 100,000، يعني ممكن درهم يبقى أسبق 100,000، واحد عنده درهمين فعمد إلى أجودهما أو إلى أفضلهما فتصدق به، وآخر أخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به، فده ممكن إيه يسبق ده، فيبقى عبادة الصدقة مش مقتصرة فقط على الأغنياء. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أو قال لامرأة يعني لا تردي سائلك ولو بظلف، يعني واحد جاي يسألك ما تمشوش فاضي، اديله ولو أقل شيء. الظلف ده اللي هو إيه؟ الظلف اللي هو زي الظفر كده لكن في البهيمة. زي الضفر كده اللي هو اخر حاجه في الرجل من تحت، مش الكوارع بقى اللي لا من تحت خالص بقى اللي هي الاخر الحته اللي فيها الضفر بتاع الايه بتاع البهيمه يعني. تمام. فقال لا ترد، يعني انت مش عندك طعام جيد تتصدق به، مش لاقي غير ظلف شاه، فلا ترد سائلك ولو بايه بظلف، زي اتقوا النار ولو بشق تمره. تمام. فيبقى النفقة ولو قلت يحبها الله تبارك وتعالى ويحب فاعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، يبقى كلما كنت نافعا لعباد الله كلما أحبك الله. قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي له دينا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. تاني الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم، يبقى كلما كنت نافعا لغيرك من الناس كلما أحبك الله. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، وبلا شك أن الصدقة تدخل السرور على القلب، إذا تصدقت على إنسان محتاج فهذا مما يسره، فهذا من أحب الأعمال إلى الله. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، يبقى مكروب وانت تفرج عنه هذه الكربة، أو تقضي عنه دينا يبقى على دين وانت تسد له الدين بتاعه، أو تطرد عنه جوعا تطعمه. عشان كده من أفضل الأعمال إطعام له الطعام. تمام. طيب، فبنقول إن
الصدقة يضاعف الله عز وجل ثوابها ويحب فاعلها ويثبته على الهدى والإيمان. من أسباب الثبات على الالتزام والاستقامة والطاعة الصدقات. شوف قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هداية وتوفيق وتيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى الصدقة من أسباب التوفيق للأعمال الصالحة. تتصدق يا ربنا إيه؟ يوفقك لأعمال صالحة أخرى. عشان كده الإنسان المتذبذب اللي عايز يثبت على الطاعة يحتاج إليه أن يثبت نفسه بالصدقات. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربه. يبقى الإنسان بيتصدق من النيات التي يتصدق بها أن يثبت نفسه على الطاعة، أن يثبت نفسه على الاستقامة، تمام؟ والصدقة كذلك يعني العكس طبعا، لو أنت توليت فده نذير شؤم. يعني إذا بخلت وتوليت عن الإنفاق ده نذير شؤم، ربنا يستبدلك. عارفين آية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ قبلها إيه؟ ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى لو أنت توليت عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل ده نذير شؤم أن الله عز وجل يستبدلك بإيه؟ بغيرك، تمام؟ ترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل طريق الهلاك. عشان كده آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قبلها إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ إنك أنت تترك الإنفاق في سبيل الله. لو تركت الجهاد والإنفاق في سبيل الله عز وجل ده كده أنت بتلقي بنفسك في التهلكة. الهلاك إن أنت تعرض عن الإنفاق في سبيل الله، تمام؟ هي زي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. الإنفاق في سبيل الله عز وجل سبب لمغفرة الذنب وإطفاء غضب الرب تبارك وتعالى، وكذلك إطفاء حر القبر وحر النار. شوف لما ربنا عز وجل ذكر في سورة التوبة: من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الآية اللي بعدها إيه؟ قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. مخلطين زينا كده، اللي هو مش هم الكفار ولا هم المسلمين المتقين، اللي هو عنده ذنوب ومعاصي وعنده برضو إيه؟ طاعة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى اللي عنده ذنب وعايز ربنا عز وجل يتوب عليه من هذا الذنب يعمل إيه؟ يتصدق. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة اللي بينك وبين النجاة، اللي بينك وبين التخلص من النار، اللي بينك وبين دخول الجنة. عايز تقتحم هذه العقبة، في شوية أعمال كده صعبة. إيه هي؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، تمام؟ فيبقى بنقول إن الإنفاق في سبيل الله عز وجل سبب لمغفرة الذنوب وسبب لإطفاء غضب الرب كما في الحديث الذي معنا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. عملت ذنب، النار بتاع الذنب ده، الإحراق واللهب بتاع الذنب ده تطفئه بالإيه؟ بالصدقة.
وفي الحديث الآخر صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني تصدق وخصوصا إذا كانت الصدقة في السر هذا يطفئ غضب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، يعني بدل ما القبر يبقى مولع عليك نار الصدقة دي تطفئ هذه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين العباد، أو حتى يقضي الله بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته، الصدقة بتاعتك قد كده اهو، الدنيا شمس قد كده اهو، قد كده اهو، قد كده اهو، كل واحد بقى وايه والصدقة بتاعته، تمام. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الناس، يعني يوم القيامة. وفي حديث 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تمام. كذلك الصدقة تحمي الإنسان مما يصيبه من أعراض ربما نهشت أجله، يعني ممكن يجي لك مصيبة أو مشكلة أو حادثة تجيب أجلك، الصدقة إيه؟ تدفع ذلك. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني كنت هتموت مثلا في حادثة فربنا عز وجل يجيك بسبب إيه؟ يعني هنا المقادير بتكتب بأسبابه، من أعظم الأسباب الصدقات، صنائع المعروف، تمام. طبعا بعض الناس يترك الصدقة بأعذار فاسدة زي أعذار الكفار كده، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يا سيدي دع الخلق الخالق، ما هو ربنا لو عايز يرزقهم يرزقهم، ويعني احنا اللي هندي، كل واحد بقى في حاله وكل واحد في نفسه يبدا ايه يتعلل بعلل، تمام. العلل دي مش هتنفعك، اتقوا النار ولو بشق تمره، تمام. والحاجات دي الشيطان هو اللي بيقذفها في قلب الانسان، الشيطان يعيدكم الفقر عشان يحول بينه وبين الايه الصدقه لغايه ما يموت، اول ما يرى بعينه الحق يبدا بقى يندم يقول يا ريتني، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أول حاجة يعملها أول ما يموت يلاقي نفسه أول حاجة يعملها إيه؟ أنه يتصدق، تمام. والإنسان الذي ينسى الصدقة هو في الحقيقة ناس لمصلحته ومنفعته، يعني لو معاك مال وبتنسى أنك أنت تتصدق منه أنت كده ربنا أنساك نفسك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما هو المال ده انت في لحظة هتتركه وتندم وتقول يا ريتني اجل قريب ارجع بس ساعة، تمام. ويقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان، هو كده كده مش ليك، هو يروح لفلان ولفلان، انت كده كده سايبه بس مش هتاخد اجره وثوابه، يعني انت عايز تبدأ توزع فلوسك هتتوزع غصبا عنك، تمام. بس انت بقى لو وزعتها بنيتك في حياتك، لو اعطيت من مالك في حياتك كان أنفع لك. وطبعا فيه صدقة ربنا عز وجل تصدق علينا بها بعد مماتنا اللي هي اسمها ايه؟ الوصية. انت بعد ما بتموت المال ده مش ملكك خلاص، مبقاش بتاعك، بقى ملك الورثة، لكن ربنا عز وجل ملكك التصرف في ثلث مالك بعد وفاتك، تقول لما موت خدوا مبلغ كذا وادوا لفلان، خدوا مبلغ كذا ادوا للجهه الفلانيه، خدوا مبلغ كذا ادوا للجهه الفلانيه، اللي هي الوصيه، بس ده في حدود ايه؟ الثلث، تمام؟ لكن الافضل اللي تطلعه على عينك بقى اللي هو انت حي وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر، تمام؟ مش تستنى لغايه ما تيجي تموت وتقول اعطوا لفلان كذا واعطوا لفلان كذا، تمام؟ فبنقول هذه الاعذار لا تنفع الانسان، بل الذي ينبغي إن كان عاقلا أن يبادر بالإنفاق خصوصا في وقت حاجة الناس أو في وقت حاجة الإسلام إلى المنفقين في سبيل الله عز وجل. شوف مثلا
في قول الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. في بداية الدعوة إلى الإسلام النفقة هي دي اللي قامت بها الدعوة. بعد كده برضو كان في حاجة للنفقات، بس مهما تنفق مش زي اللي أنفق في الأول وقت شدة الحاجة. يعني أنت في مكان، مثلا في مكان ما، في قرية، في بلد ما فيهاش مسلمين، في كلية ما فيهاش مثلا دعوة إلى الله، في أي مكان ويحتاج إلى إنفاق شرعي، وتبدأ أنت تنفق فيتأسس العمل الخيري أو العمل الدعوي في هذا المكان. بلا شك أن نفقة من يأتي بعدك ليست كنفقتك. النفقة اللي في الأول دي بتكون أعظم أجرا وثوابا من النفقة التي تأتي بعد ذلك. عشان كده لما حصلت مشادة بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شوف خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول، بس لا يقارن بعبد الرحمن بن عوف. لأن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، هم دول الإسلام قام على أكتافهم. فخالد بن الوليد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وغضب منه، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد منهم أنفق كده يعني مد من القمح، وانت أنفقت قد جبل أحد من الذهب، لا تساوي نفقتك نفقته. ليه؟ دي النفقة اللي في الأول. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. تمام؟ فالنفقة لما بتكون مؤسسة لعمل خيري، بادئة لسنة حسنة في المكان، مش زي النفقة اللي بتيجي بعد كده لاستمرار هذا العمل. كله خير وكل أن وعد الله الحسنى، ده كويس وده كويس، بس النفقة اللي بيبدأ بها العمل الصالح بتكون لها أجر وثواب أعظم من النفقة اللي بيستمر بها العمل الايه؟ الصالح. تمام؟ طيب، طبعا في بعض الآداب والملاحظات اللي ينبغي مراعاتها في باب الصدقة أو في موضوع الصدقة. أولها هي فضل الإنفاق مما تحب. يعني كلما كان هذا المال عزيزا عندك، نفيسا لديك، كلما كان الإنفاق منه أعظم ثوابا وبرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وده أشد دلالة على إيمانك وعلى تخلصك من حب الدنيا والتعلق بها. أكتر حاجة أنت بتحبها في أموالك إيه؟ تصدق بها. تمام؟ ده يدل على أن أنت قطعت العلائق بينك وبين الدنيا. تمام؟ والصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك. اللي كان مثلا عنده حديقة هي أحب الأموال إليه وأنفس الأموال، عامل زي واحد مثلا كده عنده مكان كده على الكورنيش مثلا، أو مكان في قلب القاهرة مثلا، في قلب البلد، اللي هو حاجة بقى إيه؟ أغلى حاجة وأنفس حاجة، فيروح يعمد إلى اللي هي أفضل أمواله ويتصدق بيه، عشان يتقع عليه الآية دي اللي هي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح خيبر، وده كان يعني إيه؟ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. دي كان يعني أكبر الغنائم اللي الصحابة خدوها، كانت غنائم إيه؟ خيبر. أرض زراعية كبيرة مليانة نخيل وتمر، فوقعت للمسلمين ونصفها قسم على هذا الجيش. تمام؟ فكان مال كبير جدا. فعمر بن الخطاب فقه هذه الآية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ يا رسول الله إني لم أصب مالا هو أنفس عندي منه، يعني هو ده أنفس أموال عندي خالص، فما ترى فيه؟ رأيك أحط فين في وجهه النبي وأقول خير؟ فنصم أمره أن يوقفه، أن يحبس الأصل ويتصدق بالثمر. وده أصل في باب الوقف. يعني الحديث ده من الأدلة التي تدل على استحباب الوقف. الوقف ده اللي هو إيه؟ يبقى أصل مال بتوقفه، لا يوهب، لا يباع، لا يورث، والناتج منه كله يطلع إيه؟ لله تبارك وتعالى. تمام؟ فطبعا الوقف ده ممكن يبقى أرض، ممكن يبقى عقار، ممكن يبقى مثلا حيوان، ممكن يبقى مركبة، سيارة أو أتوبيس أو. تمام؟
ممكن يبقى شركة، سهم، ممكن يبقى نقد على الراجح، في خلاف ما بين العلماء، والراجح ان النقد ممكن يبقى وقف اذا كان يعمل، يعني نقود وبتعمل مثلا في مضاربة او داخل مثلا في اي مشروع تجاري وناتج الربح منها ينفق في سبيل الله عز وجل. الشاهد يعني ان احنا نقول ايه، ان من الاداب ان انت ايه تعمد الى افضل ما عندك وتنفق منه وليس الى اخبث ما عندك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. يعني ما تروحش الاسوأ المال عندك وارضى المال عندك اللي انت عايز تتخلص منه كده كده، يعني عندك شويه مثلا بضاعه كده مركونه محدش بيشتريها وتعبانه، طب خلاص هتصدق بدي، مش كويس. الافضل لو انت عايز تتصدق وترجو اعظم الثواب ان انت تاخد ايه احسن حاجه عندك. تمام. طيب كذلك من اداب الصدقه اخفاؤها واعلانها، والاخفاء افضل، يعني تعلن وتخفي. تمام. ان تبدوا الصدقات فنعم هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تمام. فالاعلان والاصرار، لكن الاصرار ايه افضل. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. السر ادعى للاخلاص، لكن العلانيه فيها مصلحه ايضا ايه تاسي الناس، ان الناس يتاسون ايه بك في الانفاق. وحديث من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجره اجر من عمل بها يوم القيامه، كان في موضوع الحديث ده، كان ايه سببه؟ في موضوع الصدقه، اللي هو لما جاء ناس فقراء المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقه، فقام شاب من الانصار ودخل بيته فاتى بسره تكاد يده تعجز عنها، شال سره كده ايده مش قادره تشيلها من تقلها، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس الى الصدقه، كل الناس ايه عمال اللي يجيب ثياب واللي يجيب طعام واللي يجيب، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها يوم القيامه. الشاب ده تصدق علانيه، الناس لما لقوا جايب صدقه كبيره كده كله يتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وان كان في النهايه برضو الاصرار ايه افضل، وان تؤتوها الفقراء، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك من الاداب ان الانسان لا يحقر نفقه ولو قلت، زي ما قلنا اتقوا النار ولو بشق تمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تردي سائلك ولو بظلف. تمام. فالانسان لا يحقر النفقه ولو كانت ايه صغيره. كذلك من الاداب التي ينبغي مراعاتها اخلاص النيه لله عز وجل في الصدقه، واخلاص النيه لله عز وجل في النفقات عموما. ما انت بتنفق على اهلك وعلى اولادك، انت ممكن تؤجر على هذه النفقه. النبي قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امراتك. تمام. ابدا بنفسك فتصدق عليها، يعني حتى الطعام اللي انت بتاكله، اللباس الذي تلبسه، اذا نويت بذلك الخير ونويت امتثال امر الله عز وجل وان تعف نفسك عن سؤال الناس، فده في حد ذاته تؤجر عليه. تمام. طبعا الفتن هي اللي بتبين انت بتنفق لله ولا لغير الله. يعني تبقى انت مثلا قاعد انت وعيالك ومراتك والدنيا زي الفل، فبتنفق على اولادك احسن نفقه، تطلعها يروحوا معاها، تبدا بقى لا انت ليكي 300 جنيه، القاضي قال 400، تقعد تناكف معاها وتقعد ايه تحاول تقلل بقدر الامكان. يبقى الانفاق هنا ما كانش لله، الانفاق هنا كان عشان انت ايه ترجو جزاء ذلك في الدنيا، هم متربين معايا فهيشوفوا ان انا اللي بنفق عليهم فيبروني لما يكبروا. يبقى ده لحظ النفس مش لله، انما هو لو لله مش هي انت بيبقى انت بتنفق عليهم لامر الله عز وجل بالانفاق، سواء كانوا معك او لم يكونوا معك. واضح ولا ايه؟ طيب يبقى النية والاخلاص لله تبارك وتعالى فيها، وتذكر ان اول ثلاثة تسعر بهم النار منهم رجل منفق،
لم يترك بابا من أبواب الخير إلا أنفق فيه، فيأتيه الله عز وجل فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له ما عملت فيها؟ فيقول لم أدع بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه إلا أنفقت فيه. فيقال كذبت، بل أنفقت ليقال هو جوائب، فقد قيل ويؤمر به إلى النار. تمام؟ فيبقى هو باب من أبواب الخير العظيمة جدا، بس تحتاج كغيرها من الأبواب إلى إيه؟ للإخلاص في سبيل إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، وإلا كانت وبالا على صاحبه. كذلك من الأداب التي ينبغي مراعاتها؟ المبادرة، بادروا بالأعمال فتلا كقطع الليل. تمام؟ فالإنسان أحيانا ممكن يقعد يؤجل العمل الصالح، يؤجل العمل الصالح حتى يحال بينه وإيه؟ وبين العمل الصالح. تمام؟ اغتنم خمسا قبل خمس، وغناك قبل فقرك. ممكن أنت النهاردة تكون قادر على الصدقة، تعرفش بكرة تبقى قادر ولا غير قادر. ما تعتبرش إن ده خيار أوبشن موجود معك على طول، وقت ما أحب أتصدق أتصدق. أنت في لحظة يأتيك الموت خلصت، ما مش هتقدر تعمل أي حاجة. وزي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فالإنسان يبقى عايز يؤخر عشان يعمل عمل واحد اللي هو إيه؟ عمل الصدق، اللي هو أهم حاجة عنده قبل ما إيه؟ قبل ما يموت. تمام؟ كذلك مما ينبغي مراعاته الاعتدال في النفقة. يعني مش معنى الحث على النفقة أن الإنسان ينفق على البعيد ويترك القريب، وخصوصا من تلزمه نفقتهم. يعني يترك أولاده جائعين، أو يترك أباه وأمه جائعين، أو يترك زوجته جائعة ثم ينفق على البعيد. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. تمام؟ وقال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. طيب، أبواب الإنفاق متنوعة وكثيرة، يعني لا تكاد تحصر. منها بناء المساجد، ومن بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فالمشاركة في بناء المساجد ده من أبواب الخير. كذلك الجهاد في سبيل الله، الإنفاق في الجهاد في سبيل الله ده من أعظم أبواب الخير. من جهز غازيا فقد غزا، يعني الذي ينفق بماله لتجهيز المجاهد في سبيل الله فكأنه هو إيه؟ جاهد في سبيل الله عز وجل. تمام؟ ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وكذلك من أوجه الإنفاق الأوقاف، أن الإنسان يوقف أصل مال بحيث تكون الثمرة والناتج والربح من هذا المال يخرج في أوجه البر والخير والطاعات. كذلك من أوجه الإنفاق في سبيل الله سقي الماء، ومعلوم قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر له. يعني ده في سقي الكلب، ما بالك في سقي الناس. فسقي الماء من أفضل وأحب القربات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. طبعا سقي الماء مش معناها برضو زي ما بعض الناس يعمل يروح لمكان يعني المية موجودة فيه كل حاجة زي تمام وزي الفل، ويروح حفر له بئر ويقول لك ايه احنا كده احنا ده سقي الماء. تسقي مين؟ هو احيانا بعض المشاريع للاسف بتكون يعني ايه بعضها، يعني مش بقول كلها بس بعضها، بتبقى غسيل اموال يعني، او اللي هو ابواب لاهدار نفقات المتبرعين. يروح لمكان هو يعني مكان وصله المية وشبكة المية وصل فيه وكل حاجة تمام، ويروح حفر له ايه بئر كده، والبئر يتصور جنبه صورة ويروح قافلينه وقفل وخلاص على كده ما تفتحش تاني. طب ليه يعني الاهدار ده؟ انما في مثلا ناس بيوتها مش واصله لها المية، عشان يأتي بالماء يروح لمكان يحضر منه الماء ويأتي ويخزن المية في جراكن وفي حلل وفي خزانات
فكون انت توصل له شبكة ماء مستمر ده في حد ذاته ثواب عظيم. هو هياكل هيحتاج المية، هيشرب هيحتاج المية، هيغتسل من جنابة هيحتاج المية، هيتوضأ للصلاة هيحتاج المية، كل ده هيبقى في ميزان حسناتك. تمام؟ او الاماكن التي لا يصلها الماء مثلا ولا يمكن يصل شبكات الماء اليها، يبقى فيها حفر الايه، حفر الابار، هيبقى نافع بالنسبه لاهله. تمام؟ كذلك من اوجه البر اطعام الطعام. تمام؟ اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. فاطعام الطعام من اسباب دخول الجنه، ومنه افطار الصائمين، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تمام؟ كذلك قضاء الديون، وده من مصارف الزكاة الشرعية. الدين يثقل ظهر الإنسان ويعرضه للذل والامتهان والضيق، فقضاء الدين فيه تفريج لكربات المسلمين، وكذلك مداواتهم بأنواع العلاج التي يحتاجونها ولا يستطيعون شراءها أو توفيرها. كذلك الإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم الشرعي. ربما بعض طلبة العلم لا يملك أن يشتري ما يحتاجه من كتب، وأحيانا توفير الدورات العلمية والمعسكرات العلمية، تشجيع الناس على حفظ القرآن، الأطفال الصغار إقامة المسابقات لهم من أجل حفظ القرآن، ده في تشجيع على حفظ القرآن، تشجيع على طلب العلم الشرعي. فأوجه البر والخير والنفقات الشرعية كثيرة غير محصورة. تمام؟ لكن منها قدر واجب وهو الزكاة المفروضة. عشان كده الشيخ بيقول أداء الزكاة المفروضة بحسابها. ودي نقطة مهمة، ان كثرة الصدقات النوافل لا تغني عن اداء الفريضة، والفريضة لابد لها من نية تتميز بها عن النافلة، انما الاعمال بالنيات. يعني ينفعش واحد مثلا يجي مثلا عليه ايام في رمضان افطرها، فدي يجب قضاؤها، فيجي بعد رمضان يقعد يكثر من صيام النوافل، يصوم كل شهر 3 ايام 10 ايام، يصوم يوم ويفطر يوم، طول السنة عمال يصوم ويفطر يصوم ويفطر يصوم ويفطر، شغال في الصيام الله ينور، وبعدين يدخل عليه رمضان اللي بعده تقول له انت قضيت الايام اللي انت افطرتها، يقول لك لا ما قضيتش بس انا صمت كتير. ما ينفعش. تمام؟ لازم الاول اداء الفريضه قبل النافله. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. والفريضه عشان تتميز عن النافله لابد لها من ايه؟ من نيه. فما ينفعش واحد يقول اصل انا بطلع لله كتير، ويقعد ايه؟ يتصدق. تقول له بقى والزكاه؟ يقول لك ما بحسبش. ما ينفعش، لازم تحسبها. ما هو دي عبوديه، يقول لك اصل انا مش هحسب. لا، دي عبوديه انك انت تقعد تحسب بالورقه والقلم اللي تملكه قد ايه. مثلا واحد مثلا بيملك مثلا سيوله نقديه قد كذا، ومشارك في مشروع كذا، وعامل كذا، ومسلف فلان كذا، ويقعد يجمع ده كله ويحسب الحساب الشرعي. وده محتاج منه ان هو يتعلم ايه؟ فقه الزكاه، عشان يعرف ازاي يحسب الزكاه الشرعيه بتاعته. تمام؟ فده واجب عليه. تمام؟ طيب لازم كده؟ لازم او بغلبة الظن بما يفوقه. يعني في واحد بيقول لك ايه مثلا، انا مش هقعد احسب، مش هقعد ادقق. مش عايز تحسب وتدقق، طلع بالزيادة، غير كده ما ينفعش. ولازم تنوني دي الفريضة. يعني مثلا ليه مثلا سهم في شركة، السهم ده هو عارف ان هو يعمل حوالي مثلا 10,000 11,000 12,000، يوم ما يزيد قوي يبقى 15,000، بس هو ما حسبش بالظبط يعمل قد ايه، خلاص طلعه بالزيادة. يا اما تحسب اما تطلع بالزيادة. مثلا شريك في محل، المحل ده هو شريك فيه بالنص، وجارد المحل يعمل حوالي 100,000 110 120، ما يوصلش بأي حد من حوالي 150. يا اما تجرد بالورقة والقلم، يا اما تحسبها على 150 وتطلع ايه، تحسب نصيبك اللي هو النص. مفهومة ولا ايه؟ بس في النهاية لازم ان هو يعمل ايه؟ يحسب الزكاة الشرعية بتاعته وينويها، لأن دي فريضة، الفريضة لا تجزى عنها النافلة. تمام؟ طيب بيقول أداء الزكاة المفروضة بحسابها الشرعي والإكثار من الصدقة.
يبقى الاول ادي الفريضه وبعدين اكثر من الايه من النافله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. طيب يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على ماذا حتى لا يدخلن النار؟ قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني عشان عندهم إكثار للعن وكفر للعشير، يعني الرجل يحسن إلى المرأة ظهرا وينفق عليها ويحميها ويعولها، ثم إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تمام؟ فعشان بقى يعني المرأة تنجي نفسها من النار، قال إيه؟ تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر من النار. وأكثر حاجة تنجي الإنسان من النار إيه؟ الصدقة. الناس اللي بتسأل في الشوارع، إذا غلب على ظنك أنه يحتاج فعلا فأعطيه ولو قليلا. تمام؟ طيب إذا غلب على ظنك أنه من محترفي التسول، يعني بعض الناس بيبقى هو صحيح البدن يقدر على العمل ولا يعمل ويحترف ويمتهن التسول ويستكثر من المال، يعني مش بس بياخد، يعني مثلا هو ممكن يكون يقدر يعمل ومش بيعمل، خلاص هو اختار أن تكون يده اليد السفلى وانت اليد العليا. تمام؟ واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. تمام؟ طيب ده لو كان على قد ايه حاجته، انما احيانا بياخد ويحوش وياخد ويحوش وياخد ويحوش. بعض الناس ممكن تعمل حسابات بقى في البنوك كده ايه ملايين. توصل ملايين فعلا. تمام؟ فإذا غلب على ظنك انه منهم فده خلاص لا تعطيه، ومع ذلك رده ردا حسنا، ما تزعلوش ما تشتموش، واما السائلة فلا تنهر. تمام؟ لكن ان لم يغلب على ظني كذلك فالسائل اعطيه ولو اليسير، يعني حتى لو انت ما تعرفش حاله وعايز تتحرى بصدقتك من تعرف من اهل الحاجه، خلاص لا تعطيه العطاء الكثير الذي يؤخذ من نصيب غيره، بس برضو ايه رده بادنى شيء ولو باليسير. تمام؟ وده برضو هيذكرنا بنقطه مهمه من اداب الصدقات: تحري الاكثر احتياجا والاكثر تعففا، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. ممكن بعض الناس ظاهرهم الستر وعندهم من العفة عن أموال الناس ما يمنعهم من سؤال الناس أموالهم، وهم يعني في غاية الحاجة إليها، فتحرى هؤلاء الناس يكون أرجى للثواب من غيره. طيب يعني مسألة بقى الصيام نتناولها غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.